على هذا الحادث المفجع اللي مشى ضحيته حسب الحصيله الحاليه 6 ديال الوفيات و86 جرح، اللي 7 الحاله ديالهم حرجه. اولا كنتقدم بالتعازي الحره لعائلات الضحايا، كذلك كنتمنوا الشفاء العاجل للضحايا. هذا القطار حيث وقعت تقريبا مع الساعه 10:20 دقيقه، القطار اللي كيربط ما بين الدار البيضاء وقنيطره اتجاه قنيطره، وحاليا حلينا على الصعيد ديال المكتبه التنسيقيه الحديديه تحقيق، والفرق والكل الاخصائيين ديال المكتبه التنسيقيه الحديديه مختلف المجالات مكبين باش نحددوا ونفسروا شنو السبب ديال الحادثه، وفور فيكون عندنا المعطيات ان شاء الله اننا نبلغكم بها ان شاء الله. مرة أخرى ما يمكن إلا نأسفوا لما وقع، وكذلك نأكد على تعازي الحرة لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للجرحى.